الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. كل إنسان بيحب نفسه، ودي مش خطية. السيد المسيح بيقول تحب قريبك كنفسك، يعني أعظم محبة تحب بيها قريبك زي ما بتحب نفسك. والمحبة الحقيقية للنفس هي أن تقود هذه النفس إلى ملكوت الله، دي المحبة الحقيقية. والإنسان الروحي تقع عليه حربان، حرب من الخارج وحرب من الداخل. الحرب من الخارج اللي هي الضغوط الخارجية المتعبة الخاطئة والإغراءات الخارجية، حرب من الخارج وما أشبه، والقسوة التي تأتيه من الخارج والعثرة التي تأتيه من الخارج، كل ده من الخارج. ولكن تأتيه أيضا حرب من الداخل، والحرب من الداخل دي أبرز حاجة فيها المحبة الخاطئة للنفس. المحبة الخاطئة للنفس، وهو ده الموضوع اللي عايز أكلمكم فيه هذه الليلة. ما هي المحبة الخاطئة للنفس؟ وما هو الوضع السليم؟ وكيف نحارب هذه المحبة الخاطئة؟ المحبة الخاطئة للنفس تشمل تدليل النفس. تدليل النفس يعني يدلع نفسه، ومنحها ما تريد. تدليل النفس ومنحها ما تريد. وجايز النفس تريد لذة خاطئة، فإذا أعطاها ذلك يكون قد أهلكها. وفي هذا قال السيد المسيح عن هذا النوع الخاطئ: من يحب نفسه يهلكها. حرب أخرى مشهورة وهي تكبير النفس. كل واحد عايز يكبر نفسه، يكبر نفسه، يكبر نفسه. وللأسف الناس يريدون أن يكبروا أنفسهم من الخارج وليس من الداخل. كبير من الخارج يعني عايز أمام الناس يبقى كبير وعظيم، وليس تكبير النفس من الداخل. من الداخل يعني يكبرها عن طريق
إنها تمتلئ بالفضائل وبالروحانيات، عايز يكبر نفسه من الخارج عن طريق المناصب والألقاب والشهرة ومديح الناس واحترام الناس، وإيه الفائدة من كل هذا؟ ماذا تستفيد لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ ومن المحبة الخاطئة للنفس الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالنفس يعني عايز مرآة نفسية يبص فيها ويشوف صورته حلوة جميلة تؤثر في الناس ولا لا. عايز مرآة يرى فيها محاسنه، وهذا ما يسميه بعض علماء النفس أو بعض الفلاسفة يسموه عشق الذات. عشق الذات يعني مش واحد بيعشق حد من بره، هو بيعشق ذاته، ذاته الجميلة الحلوة الغالية عليه إلى آخره. أول واحد في العالم كله وقع في المحبة الخاطئة للنفس ومحاولة تكبير الذات هو الشيطان. أعجبته نفسه جدا، فقال أصعد إلى السماوات أضع كرسي فوق كل كواكب الله وأصير مثل العلي. ضيع روحه المسكين، وما زال بيضيع روحه، يعني وصل به الغرور انه بدأ ينافس ربنا. لدرجة في هذه المنافسة بعض الناس قالوا فيه إلهين، إله الخير وإله الشر، يعني اعتبروا الشيطان إله اسمه إله الشر. أبوينا الأولين الحي أغرتهما بتكبير أنفسهم، وأنهم لو أكلوا من شجرة المعرفة يصيران مثل الله عارفين الخير والشر. إن محبة الذات أحيانا تصطدم بالله نفسه، فالناس الوجوديون بدأوا ينكروا الله ويقولوا ليه؟ يقولوا وجود الله يمنع وجودنا، احنا عايزين نوجد بالطريقة اللي نتمتع بيها بالحياة زي ما احنا عايزين، وده ربنا يقول لنا دي لا ودي لا ودي لا 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 لا، خلينا بعض عن ربنا ده أحسن.
نتيجة محبة الذات. ناس يريدون الحرية ولو ضد مشيئة الله، منهم كل طلاب اللذة، سواء كانت لذة جسدية أو لذة حسية أو لذة باقتناء شهوات العالم، أيا كانت. محبة الذات تقود أيضا إلى الكبرياء والعظمة والغرور، زي إنسان يحب مديح الناس ولما ما يلاقيش ناس بيمدحوه يضطر يمدح نفسه، يقول أنا عملت وسويت وعملت وسويت، ويتكلم بغير عدل، يعني يذكر المواقف الكويسة بتاعته وما يذكرش المواقف الوحشة. يذكر مزاياه ولا يذكر نقائصه. محبة الذات تقود إلى الغرور، زي الناس اللي أرادوا إنهم يبنوا برج بابل، ويقولوا نبني البرج ونعليه ونعليه ونصنع لأنفسنا مجدا. عشان كده ربنا بلبل ألسنتهم، وجت البلبلة دي من برج بابل. عايزين يبنوا برج رأسه في السماء. محبة النفس أيضا تقود إلى أن الإنسان يبقى ضد غيره، يريد أن يعلو فوق الغير، وأيضا يكره من ينتقده ومن يصحح له أخطاءه ومن ينصحه ومن يتكلم معه بصراحة. والمحب لذاته لا يحتمل أي إهانة مهما كانت بسيطة، لأن الإهانة دي تشوه الصورة الجميلة بتاعت ذاته. مثال مثلا في الاعترافات، واحدة تيجي تعترف عند أبونا، وبعد ما تخلص اعتراف يسألها سؤال: هل يوجد في قلبك بغضة أو عداوة ضد آخرين؟ تقول له: أنا يا ابونا؟ ده أنا محبوبة من الكل، ده الكل يعني بيتمنى إن يقعد معايا. تقول لها: بس حاولي تفتكر، هل في أي حد بتبغضيه؟ تقول له: أنا خايفة تكون فلانة اتصلت بيك وقالت لك كلام ضدي. فلانة دي ملعونة، دي سوسة، دي عقربة، دي حية. وأنا بتحاشاها، مش كراهية مني لي ولا بغضة زي ما أسر بتقول، بتحاشاها لكي لا أصطدم بها، لأن منين ما أشوفها الدنيا تتشقلب قصاد.
ومش بس كده، وبحذر الناس انهم يتصلوا بيها عشان يضيعوا. مش كراهية ابدا يا ابونا، انا عمري ما اكره حد، لكن انا بس بحذرهم علشان لكي لا يضيعوا. فانا هنا صانعة خير، ما تقوليش لا بغضة ولا عداوة، انا ما عنديش بغضة عداوة، انا قلبي ابيض من الصوف النقي. اللي بيحب ذاته ما يكونش صريح مع باعترافه. ساعات في حاجات يخبيها يخبيها، وحاجات يبرشمها قبل ما يخبيها. أنا حكيت برشمها دي دخلت في الغرب. واللي يحب ذاته يطيع أب اعترافه في الحاجات الأوامر أو الوصايا اللي توافقوا يعني، أما اللي ما توافقوش فيخش في جدل مع أب الأطراف، دي ليه وعشان هي وجت منين وبتاع. أب الأعتراف في هذه الحالة مطلوب منه الموافقة وليس الإرشاد. الإرشاد أنا بعرف أرشد نفسي كويس، مش محتاج لأب الأطراف، هو بس يقرأ للحل وكتر خير، وإلا نخش في دور جدال. الذين يحبون أنفسهم يخطئون الآخرين عشان يبدو هم أعظم وأنقى، حتى في الأمور اللاهوتية يخطئوا غيرهم عشان يبانوا انهم هم على صواب. حصل دي حتى مع السيد المسيح لما عمل معجزات في يوم سبت، خطأوه قالوا للرجل المولود اعمى اللي شفاه المسيح، قال له الا تعلم ان الرجل اللي شفاك ده رجل خاطي لانه عمل دي في يوم سبت. طريقة اللي بيحب نفسه يغلط غيره عشان يبان هو انه أعلى فهما. طب بعد كل اللي قلناه عن متاعب المحبة الخاطئة للنفس، ايه الحل؟ الحل في عدة نقاط: انكار الذات، انكار الذات وقهر الذات او ما نسميه ضبط النفس ولوم النفس وإدانتها. من جهة لوم النفس وإدانتها، القديس مكاريوس الكبير قال كلمة لإنسان أخطأ، ويريت تيجي علينا كلنا يعني، قال له احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. في إنكار الذات لا يتباهى الشخص بمعرفته، في إنسان تعجبه ذات يقعد يتكلم عنه،
معارفه الكثيرة. العاقل لا يتباهى بمعرفته. على رأي الشاعر اللي قال ذو الحجة، الحجة عن العقل، ذو الحجة من قال إني لست أدري. والقديس الأنبا أنطونيوس الكبير في مرة وهو جالس وسط أولاده سألهم سؤالا، فكل واحد ابتدى يجاوب إجابة ما عدا الأنبا أمون. قال له أنا لا أعرف. قال له طوباك يا أنبا أمون لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. على رأي المثل من قال لا أعرف فقد أفتى. الشخص الروحي تمدحه يقول لك فلان ده أفضل مني. مثال رهباني، كان في راهب يكون مكلف بعمل من الأعمال فيعمله كله ما عدا جزء بسيط خالص، وينده لأحد الآباء يقول له اتفضل ساعدني في هذا الجزء، وهو يعرف يعمل فيعمله. فلو سألوه يقول لهم أبدا، اللي عمل العمل ده فلان هو اللي وضب كل شيء، وينسبه إلى غيره. الشخص الروحاني الذي يفضل ذاته عن غيره، آسف، يفضل غيره عن ذاته. الذي يفضل غيره إيه؟ عن ذاته. زي ما قال بولس الرسول وددت لو أكون محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. طبعا هو ما يقصدش الحرمان خالص، يعني نوع من تفضيل الغير على النفس. والحكاية دي قالها موسى النبي زمان لما الشعب عبدوا العجل الذهبي وأراد الله أن يفنيهم، وكلم موسى في كده. موسى قال له إما أن تغفر لهذا الشعب أو أن تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. أقول يعني ولذلك في آية لطيفة جدا في رومية 12 يقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. يعني ما تحاولش انك تاخد الموضع الأكبر أو الأفضل أو الأول أو النصيب الأول، لا. ياما في ناس بيتنازعوا على الخط الأول في الأماكن ويتخنقوا. لا تعود نفسك على انك انت تكون اعظم من غيرك، دي محبة خاطئة للنفس. في الخدمة مثلا، حكاية محبة الناس تصطدم بالله نفسه. يعني واحد عايز في الخدمة يلم الناس حواليه مش حوالين ربنا،
ياما كده في الخدمة. تقول عن نفسك ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، كما قال يوحنا المعمدان، ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. كل ما الناس كانوا يقولوا قولوا له أنت المسيح، أنت النبي، أنت أنت أنت، يقول لهم أبدا، أنا لا كده ولا كده، أنا مجرد صوت صارخ في البرية. وينكر ذاته اللي بيخدم خدمة روحية، يقول لربنا لا بقوتي بل بنعمتك، أنا ما عملتش حاجة، نعمتك هي اللي عملت كل حاجة. فينكر نفسه لكي يظهر الله. وإذا كان المسيح نفسه قال لا مشيئتي بل مشيئتك، أمال إحنا نقول إيه؟ بنقول في كل صلاة في كل يوم لتكن مشيئتك، لكن كلمة أهمس بها في آذانكم ولا أقصد أن أحرجكم. هل كل مرة بتقول لربنا لتكن مشيئتك بتكون فعلا بتقصد لتكن مشيئتك؟ ولا تقول له يا رب لتكن مشيئتك بحيث تنفذ لي كذا وكذا وكذا؟ هي نفسك دي اللي بتتعبك. أنا فاكر في السنة الأولى ليا في الرهبنة كانوا يقولوا لي لازم تجلس إلى نفسك وتبحث في نفسك ومش عارف ايه نفسك ومش نفسك. وانا بصيت لقيت كل ما اخش مع على نفسي وابتدي احفظ في نفسي اشوف ماذا تريد وكيف تريد ومتى تريد، الحكايه تلخبطني. ولذلك مره قلت لربنا شوف يا رب، هم قاعدين يقولوا لي اجلس الى نفسك، وانا عايز اقول لك متى اجلس الى نفسي فلا اجدها استريح منها، متى اجلس الى نفسي فلا اجدها وانما اجدك انت داخل نفسي فاصر بي. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.